السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل. الشيخ أنا كنت أريد السؤال، يعني هل يجوز للإنسان أن يترك الإنكار؟ هل يجوز أن يترك الشخص الإنكار في الشارع، إنكار منكرات يعني لكثرتها؟ إذا كانت فوق الطاقة فلا، ربنا قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما مقدار الاستطاعة منه بالضبط؟ يعني هل هي لا تتنطع ما الله يرضى عليك، الذي تستطيع أن تفعله بالحكمة والموعظة الحسنة فعلت، وإلا تركت. جزاكم الله خيرا وإياكم.